إلى نبيل نبيل صلحاني. صلحاني. نسي على سيرة الستات لا ضاعت العقول. عجبتني إيه ضحكته الأستاذ نبيل يلي ما شافوه الناس. إيه نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. خليك عنك صديقي، أنا بكفي. بوجور أستاذ نبيل. بوجور، يعطيكم العافية. أنت كمان تفضل. هذا عليك يا أستاذ. ميرسي حبيبي. مش ميرسي. مقبولة. ميرسي. بدها تكون مع درزة أسامي الستات لتصير مقبولة. تفضل. بالنسبة للعمليات اللي قمت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في 15 مهمة إطفاء بمختلف المناطق اللبنانية، وكمان تنوعها كانت بين حرائق بالمنازل، أعشاب، وسيارات وكهرباء. كان عندنا 25 مهمة للإسعاف للتدخل بحوادث السير ونقل المرضى وحالات طارئة. ما كان مجموعهم 40 مهمة خلال 24 ساعة اللي مرقت، أكيد دائما بالإضافة للمهمات المستمرة ضمن نطاق مرفق بيروت. نعم. اليوم يعني كمان بدنا شوي نحذر المواطنين على الطقس شوي اللي جاي شتي، وينتبهوا الوقاية خصوصي من وسائل التدفئة بالمناطق الجبلية اللي رح تكون أسقع هلا، ومن الأمطار خلال القيادة تكون القيادة بتروي. بيبقى دائما كمان نذكر رقم الدفاع المدني للطوارئ 125، هو موجود 24 ساعة على 24 لتلقي أي طلب للمساعدة، واللي إن شاء الله ما حدا يعوزه. وشكرا لكم. مرسي لك كمان وكل عناصر الدفاع المدني، يعطيك العافية. كمان مرسي لشادية.